الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنتكلم في الدرس ده عن الدي كيو. إيه هو الدي كيو وإزاي بنستخدمه؟ ده اللي أنت هتجاوب عنه كمان شوية، بس الأول تعالوا نعرف شوية معلومات عن الدي كيو. لو رحنا للدوكيومنتيشن هنلاقي ان الدي كيو هو انترفيس، الدي كيو هو انترفيس. بعد كده بنلاقي ان الدي كيو بيورث من الكيو. معناها ايه المعلومة دي؟ معناها ان الدي كيو هو نفس الكيو، نفس الدوال والميثودز الموجودة في الكيو هي نفسها الموجودة في الدي كيو. يعني الكيو هو بيعمل نفس الاوبريشن بتاعة الكيو. طيب امال ايه اللي بيفرق الدي كيو عن الكيو؟ طيب تعالوا نكمل ونشوف الدوال الموجودة في الدي كيو. لو رحنا للدوال هنلاقي فيها add first add last، يعني ممكن يضيف من الاول وممكن يضيف من الاخر، في بداية الكيو ممكن يضيف في بداية الكيو وفي نهاية الكيو. هنلاقي get first get last، يجيب اول عنصر في الكيو اخر عنصر في الكيو. هنلاقي الاوفر اوفر فيرست اوفر لاست، يدخل عنصر من بدايه الكيو ويدخل عنصر من نهايه الكيو. فهتلاقي بيك فيرست بيك لاست، بول فيرست بول لاست. فهتلاقي كل الدوال فيها فيرست ولاست. ايوه، يعني انت عايز تقول لي ان الدي كيو هو بيعمل نفس عمليات الكيو والستاك؟ ايوه فعلا، هو كده. الدي كيو هو بيحل محل الكيو والستاك، يعني بيعمل نفس الاوبريشن بتاعت الكيو وبيعمل نفس الاوبريشن بتاعت الستاك، يعني بيعمل الليفو وبيعمل الفيفو، الفيرست انبوت فيرست اوتبوت ولاست انبوت لاست انبوت لاست سوري ليفو لاست انبوت فيرست اوتبوت. فاذا الدي كيو هو بيعمل نفس الاوبريشن بتاعت الكيو والستاك. طيب تعالوا ندخل على الكود. اول حاجة احنا محتاجين الدي كيو، import java.util.dq، ومحتاجين اللينكد ليست java util linked list. طيب لو رحنا لللينكد ليست كده شفناها، هنلاقي ان اللينكد ليست بيعمل امبليمنتس للدي كيو. يعني نفس الدوال الموجوده في الدي كيو هي نفس الدوال الموجوده في اللينكد ليست. فعشان الدي كيو ده انترفيس، فممكن اعملها بطريقه البوليمورفيزم اللي هي اول دي كيو وادي لها نوع سترينج مثلا اسميها دي كيو equal new linked list linked list linked list بالشكل ده. هنا عايز ايه؟ لا linked list بتاع جافا مش بتاعنا. linked list linked list ايوه هو ده بالشكل ده. وممكن بقى اقدر ادخل بقى زي ما انا عايز، اقول مثلا اوفر، خلينا ندخل في الاول مثلا وليكن محمد وندخله مثلا هنا. يعني بص خلاص كده، تعالى ايه نعملها واحدة واحدة بقى. هنا محمد في الاول، محمد، بعد كده عندنا مثلا خلينا نقوله اوفر لاست، ندخل مثلا هنا ايمن، وليكن هنا ايمن. بعد كده اوفر فيرست، ندخل هنا مثلا مصطفى، يبقى بعد محمد في مصطفى هنا بالشكل ده. وبعد كده ندخله في الاول بردك سمية. سوري انا غلطت هنا. هنا اول حاجة دخلت مين؟ دخلت محمد، وبعد كده دخلت في الاخر ايمن.
بعد كده اما يدخل قبل اما يدخل في الاول بقى اوفر فريست، يدخل قبل ليه؟ قبل محمد، يعني مصطفى هنا تيجي هنا، وبعد كده سمية دي تيجي هنا، سمية تيجي هنا، فبالطريقة دي. يبقى كده ليه الدي كيو ترتب بالطريقة دي. ممكن بقى اعمله ك كيو عادي، فاقول ايه while ان الدي كيو ده نوت امتي، وضع مثلا ك array ده كده ايه كيو، اقول هنا دي كيو as a queue. فلو هو as a queue هيطبع هنا مثلا دي كيو دوت مثلا نقوله بول ايه بقى، بول فيرست يعني هيسحب من الاول، يعني هيسحب سمية مصطفى محمد ايمن. فلو رنينا كده سمية مصطفى محمد ايمن، طيب لو استخدمناه كاستاك قلنا بول لاست ورنينا هلاقي ايمن محمد مصطفى سمية سوري لا لا، هنا مش معناه كاستاك، هنا معناه ان انا جبت العناصر من الاخر، جبت العناصر من الاخر. لو عايز استخدمه بقى كاستاك فهقول هقول ايه بقى، سمية هنا في الاول وبعد كده مصطفى، يعني اول اخر عنصر دخله هو يطلع اول واحد، يعني يسحب سمية ماشي، يعني هو انت تستخدمه زي ما انت عايز سواء كده او كده. هو الستاك لو استخدمناه كستاك هنقوله ايه، هنقوله بول، او لو استخدمناه كستاك كده هنقوله بول، هلاقي جاب كده هو من الاول. مشكلة خالص، المشكلة بس اللي احنا هنا بوظنا السيكونس بتاعنا، بوظنا الترتيب بتاعنا. فبالتالي لو هنا مثلا عملتها بقى اوفر فيرست مثلا قلت ايمن كده، يبقى هيدخل محمد بعد كده ايمن بعد كده مصطفى بعد كده سمية، هيبقى يعني بالشكل ده من الاخر بقى سمية مصطفى ايمن محمد. عايز تستخدمها كستاك يبقى خلاص قول ايه اوفر او بول فيرست، بول او بول لاست، سوري بول لاست ران محمد ايمن مصطفى سمية. يبقى انا كده استخدمتها كايه، كستاك. او عايز اقول بول فيرست ارن فهلاقي سمية مصطفى ايمن محمد. يبقى انا كده استخدمتها كستاك، يعني اخر عنصر دخل هو اول عنصر طلع. ولو عايز استخدمها ككيو هعمل هنا بول لاست. فدي كيو هي بتتيح لك ان انت تدخل باي طريقة وتعمل بول او تخرج العناصر او تعمل بوب باي طريقة انت عايزها سواء كده او كده. وحتى مش لازم تستخدمها ككيو او كستاك، ممكن تستخدمها باي طريقة انت عايزها، تدخل باي طريقة وتعمل بول باي طريقة. هي بتعتمد على مبدأ اللينكد ليست، باللينكد ليست فتقدر تستخدمها باي طريقة انت عايزها، وعندك يعني زي ما انت عايز، وفيها دول كتير جدا زي ما انت عايز. وإلى هنا ينتهي درسنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.